بدأت ولاية الجزيرة في تنفيذ خطتها لمشاريع التنمية والإعمار بكل محليات الولاية، حيث أعلنت حكومة الولاية عن استقطاب أكثر من 200 شركة عالمية لإنفاذ هذه المشروعات. غير كده نحن شغالين الآن في استقطاب أموال من عدد من الشركات اللي هي عاملة كونسورتيوم زي 200 شركة على أقل تقدير. الـ200 شركة دي حيشتغلوا معنا مشروعات بتاعة بنى تحتية، هم نحن حددنا لهم مبلغ 16 مليار دولار، لكن هم يتحدثون عن أكثر من 30 مليار دولار. ولما كانت المياه هي عصب الحياة، استهلت الولاية مشروعاتها بإعادة تأهيل محطة مياه واد مدني حاضرة الولاية حتى تتمكن من إنتاج 20,000 متر مكعب من المياه يوميا بمواصفات عالية لتفي حاجة المدينة من مياه الشرب النقية. حقيقة يمكن قبل أيام قمنا بتدشين مشروعات المياه، 4 مشروعات. حقيقة المشروع الأول كان هو يعني افتتاح مركز للبلاغات المتطور كول سنتر برقم مختصر 3433. هذا المركز بيسهل لنا كثير في تلقي وسرعة الاستجابة للبلاغ، وأيضا البلاغات بتكون بالنسبة لنا هي داتابيز بنبني عليها كل مشروعاتنا المستقبلية في مجال المياه. المشروع الثاني دشنا ورش متحركة عشان نقدر سريع نستجيب لكل البلاغات الخاصة بالمياه داخل مدينة واد مدني. أيضا حقيقة دشنا مشروع آخر هو تشييد معمل متكامل لفحص وجودة المياه. المعمل معمل حقيقة متطور فيه كل الأجهزة والمعدات اللي تم تدشينه بحمد الله سبحانه وتعالى. الآن المعمل بيقوم بفحص كل العينات الواردة من محليات الولاية. المعمل ده حقيقة بيوفر لنا إنه نحن نقدر نلقى نضمن سلامة المياه اللي نحن بننتجها للمواطن. المشروع الرابع كان دشناه في مجال المياه، قمنا بتأهيل محطة مياه واد مدني. حقيقة هذه المحطة هي خلال الفترة الماضية تعرضت حقيقة لإهمال كبير، وأدى لأنه كل الوحدات بتاعتها حقيقة تعطلت. المحطة إنتاجيتها التصميمية 20,000 متر مكعب انخفضت إلى 4,000 متر مكعب. قمنا خلال الفترة الماضية بإعادة تأهيلها، الآن وصلت لتغطى التصميمية 20,000 متر مكعب. الكول سنتر بخص كل الولايات، ونحن بدأنا بمدني والآن نعد العدة لتجهيز الأجهزة المطلوبة بشركة النت بشبكة النت عشان نتواصل مع أخواننا في بقية المحليات. الشيء الثاني، المعمل ما خاص بالولاية، هو معمل مركزي. بالأمس الغريب أثناء السيول والفيضانات تحرك تيم في أصعب الظروف، توفرت له عربة تاتشر، ونشكر أخواننا في أمن الولاية، تحركوا وأخذوا عينات من المناقل والغرش وجنوب الجزيرة تحليلا وتطهير للمصادر. ونحن في وحدة مياه الشرب والصرف الصحي، يعني بنفتكر أنه عشان نمشي بالموية لقدام عندنا كمية بتاعت مشاريع في ولاية الجزيرة. كنا نتكلم مع الأخ الوالي والأخ الوزير اللي هي أم مغد ومحطة مدني الكبرى الجاية بتاعت 75,000 متر مكعب المدعومات من الغرض الصيني الإيراني، كيف إنه نقدر ندفعها، ولأن متبقي لها الغليل، متبقي التركيبة الميكانيكية والكهربائية، فكيف نقدر ندفع بها على أساس إنه مدني الساعة بتاعت السكان بتاعنا زادت كثير. الـ20 الحسة قدرنا نتحصل عليها ما بتكفينا في مدني، مغطينها بالآبار، لكن دايرين نكمل المحطة الـ75 وكذلك أم مغد وكذلك المشاريع بتاعت الآبار من وحدة تنفيذ السدود وبقية المشاريع. وكل هذه الجهود تقودها وزارة البنى التحتية خدمة لإنسان الولاية في مجال الكهرباء والطرق والمياه لصد النقص في الإمداد المائي، وذلك بالتوسع في حفر الآبار والحفائر إلى جانب استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل محطات المياه بالولاية. يعني اشتغلنا بأكثر من 6 مليار جنيه أو 6 تريليون جنيه اشتغلناها من ميزانية ولاية الجزيرة.
نحن مستهدفين ان شاء الله في العام 23 انه نحن بجانب التمويل الولائي نستهدف التمويل عبر القطاع الخاص، عبر البنوك، عبر نظام البود، حتى انه احنا كل مشروعاتنا في ولايه الجزيره نقدر ننجز فيها اكبر عدد من المشروعات. مشاريع البنية التحتية بولاية الجزيرة تمثل انطلاقة كبرى في مسار تنفيذ خطط وبرامج الوزارة التي تعهدت الولاية بإنفاذها وفق رؤى هندسية استراتيجية مصحوبة ببرامج إسعافية عاجلة لتقديم الخدمات. بحمد الله تم تنفيذ عدد 4500 خطة إسكانية بالريان وبالفردوس، والآن في خطة ممتدة، هي حقيقة هتكون خطة إسكانية ممتدة، ونحن الآن نبشر الناس بأنه الريان تو تم تنفيذها، وعسى نحن بصدد تصنيع قطع يعني هتكون ممتدة من كحيز عام من جنوب 308 امتدادا لغاية الريان 1 و 2. لذا قامت الوزارة بتكوين لجنة متخصصة لإعادة تخطيط المدن والقرى للحفاظ على التوازن البيئي ودرء الكوارث، حرصا منها على توفير السكن اللائق والميسر للمواطنين عبر مخططات سكنية متكاملة الخدمات والأنشطة والبنية التحتية ميسورة الأقساط للتنقل والقضاء على السكن العشوائي في كل المحليات. يمكن الآن الليان انتهت لحد من 7-8 إلى 2010، وإن شاء الله في الأيام القادمة حنغطي على كل السنين ونكون بذلك يعني حلينا كل المشاكل. من ضمنها يمكن لأول مرة دخلنا بأنه نمنح قطع سكنية تكون مخدومة، وأيضا برضو وضعنا كل الرسوم للخدمات في هذه القطعة. وايضا عندما تم يعني بعض المواطنين يعني تعسروا في الرسوم وكذا، وطبعا مدينه المدن هي لها وضع خاص لان اغلبيتها هم يعني موظفين بالذات مشروع الجزيره، وعشان كذا احنا عملنا تخصيص مريح جدا لهم. يمكن الان يعني وجد كل الترحاب والارتياح من المواطنين او المستحقين. ايضا برضو في مدينه الحصيحصه والمناقل، والان برضو كاملين شغالين بخطوات ثابته لكي نقضي على كل المشاكل الخاصه بحرمات الغرى وبالمخططات السكنيه. وتستمر جهود لجنة التخطيط العمراني لتنفيذ جملة من المشاريع التنموية والخدمية بلغت 40 مشروعا في جميع محليات الولاية، خاصة المحليات التي تأثرت بالسيول والأمطار. والآن إحنا عندنا مخطط في مدينة المناقل أو محلية المناقل لاستيعاب كل المتأثرين بالفيضان والسيول. الآن المخطط ده الأول فيه يمكن 2500 قطعة، وفيها مكتملة مدينة مكتملة بكل خدماتها من مدارس ومركز شرطة وصحة ومن أسواق ومن حتى المغابر إحنا وضعنا لها موقع، يعني مدينة متكاملة سميناها مدينة المناقل الجديدة. دارين نتعاون نتكاتف ونوحد الجهود نبني مدينة المناقل بصورة حضارية، بصورة جميلة، بصورة سريعة جدا جدا، وفي نفس الوقت بصورة اقتصادية. الشركة يعني من طرفنا حتستثمر في المجال ده بكل إمكانيات المتاحة بحيث أنه لا تحقق ربح بقدر ما تحقق مصلحة للمواطنين، وإن شاء الله حنبنيه بأسرع ما يمكن. الآن نحن في طور أخذ المساحات والطرق والمواصفات للمدينة الجديدة وحننفذها بأسرع ما يمكن. حتنشئ 2500 وحدة سكنية في المناقل بمختلف نوع أنواع مختلفة، يمكن 4 أنواع هي طرحها بتكلفة أقل من التكلفة اللي يمكن حتتعامل بها العادية دي ب 25% منها على أحدث الأطرزة، وتتحمل كافة الظروف المناخية والطبيعية بما فيها الأمطار والسيول والحرائق أيضا، يعني حتى الحرائق لو حصلت في غرفة الغرفة الثانية بتحصل، لأنه للتركيبة المعمولة بها والمواد الكيميائية المصممة بها هذه المباني. نعتقد أنه المنطقة بتاعت المناقل حتشهد طفرة عمرانية كبيرة، خاصة لما تتنفذ 2500 وحدة
ونتمنى أنه تشهد كافة مناطق الجزيرة. والمسألة دي طبعا معمولة بالنسبة للولاية بتكاليف امتد تحصيل 18 عام فيها 3 سنوات اللي هي جريس بيريود فترة بتاعت سماح، و15 سنة هيقسط فيها هذه المبالغ، وحيساهم فيها المواطن، حيساهم فيها الولاية ب 30%، والشغل حيكون كبير إن شاء الله، وحيستفيد المواطن، وحتتنقل الجزيرة نقلة يعني، والجزيرة بتستاهل بتستحق، لأنه الجزيرة دي مشروع الجزيرة ده أكل البلد دي سنين طويلة، فعشان كده لازم يستحق إنه يكون تكون الجزيرة من المناطق الرائدة إن شاء الله على مستوى السودان، وتقوم فيها مدن حديثة إن شاء الله بإذن تعالى، وعلى أفضل الأطرزة بإذن تعالى، وإن شاء الله تبدأ المزلة دي من الوحدات السكنية اللي حتقوم في المناقل ويستفيد منها مواطن المناقل. وأعتقد أن مواطن المناقل أيضا من المواطنين القادرين أو المقتدرين في أنه هو يقدر يساهم مساهمة فعالة جدا في أنه هو يوجد لنفسه وضع أفضل بالنسبة للسكن والمعيشة. هذا فضلا عن تكوين الجمعية العمومية لصندوق الزمالة الخيري للعاملين بالتخطيط العمراني. أقمنا جمعية عمومية لصندوق يهدف لتعضيد عقيم التكافل الاجتماعي بين الزملاء في وزارة التخطيط العمراني. ويعني الصندوق حيكون فيه لائحة واشتراكات، ويساهم مساهمة فعالة في كل الأشياء من الأفراح وأطراح للزملاء، ومساهمة في العلاجات وتوفير بعض السلع.